السلام عليكم، أني دكتورة نبا وإن شاء الله السنة راح أكون وياكم بمحاضرات الإمبريو. قبل ما نبدأ المحاضرة يا شباب أريد كم شغلة يعني تكونون أورينتد بيها وتعرفوها. أول شيء الإمبريو هو من المواد الحلوة والسهلة والبسيطة، فلا تراكمون المحاضرات وقروها دائما حتى يعني ما تتكون عليكم تتكونكم المحاضرات عليكم وبعدين يعني بالفاينل كلش تتأذون. هاي شغلة. ثاني شغلة المادة كلش بسيطة، هاي شرككم كل الأشياء اللي ممكن تجيكم ام سي كيو، وإن شاء الله ما تجي غيرها 100% تجي هي إذا الله راد. ثالث شغلة عن الهدف من تدخلون المحاضرة وتشوفون الفيديو مو بس تشوفون المحاضرة وتفهموها، لا أنا أريد تطلعون من المحاضرة فاهمين وحافظين. أوكي، وأي شيء يعني ما تفتهمون تقدرون تسألوني. زين، الامبريو هو شنو القصد بالامبريولوجي او علم الامبريو؟ هو العلم اللي يدرس تكوين الجنين. قبل ما ندي اسمعوا من عندي هسه ما اريد اطلع على السلايد. هو العلم اللي يدرس تكوين الجنين من البدايه، من هو نطفه وبيضه ويصير زايغوتا وتتحول الى امشاج، وهاي الامشاج تبدي شويه شويه تنغرس بالرحم وتتكون جنين لحد ما يجي للدنيا، وحد ما ورا ما يجي للدنيا من يبدي ينمو ويكبر ويزيد حجمه، هو هذا يسموه التكوين الجنيني، شلون يتكون الجنين. اوكي، احنا اليوم هاي المحاضرة حندرسها. بالنسبة لهاي المحاضرة فهي تعتبر introduction او محاضرة اولية على الامبريو، فيها كم ام سي كيو مهم، بس اكيد هي مو كلها مهمة 100%. ليش؟ لان عندكم محاضرات راح تجي بالمستقبل تكون اهم. ام سي كيوات هاي المحاضرة نأشرهم ان شاء الله ما يجي غيرهم. زين، هسه حيحكي على الفرتلايزيشن ايفنت، يعني عملية الأخصاب وتكوين البيضة وشون حيبدي يتكون الجنين. بعض أول شيء الهيومن امبريولوجي شنو يقصد به؟ هو العلم اللي يدرس لي الأوريجين، منشأ الطفل والتطور مالته، منشأ الإنسان والتطور مالته from zygote to birth of the infant. يعني هو العلم اللي يدرس تكوين أو منشأ الإنسان من هو زايغوت، من هو بيضة مخصبة نطفة وبيضة إلى حد ولادته، وانه يصير انفت يجي طفل. اوكي، هذا يسموه الهيومن امبريولوجي. اوكي، الديفلوبمنت التطور مال الطفل ما يستمر فقط يعني عند الولاده، لا، حتى يعني ورا ما يصير بجروث خلال فتره ما بعد الولاده. اوكي، يسموها البوست نيتال تشينج. اسمعوا يا شباب، حطوا ببالكم كلمه نيتال هو يعني طفوله طفل، برينيتال هي ما قبل الولادة أو ما قبل ما أنه يجي الطفل للدنيا، يعني بعد برحم أمه. بوست نيتال ما بعد الولادة. فكل بري هي هو بطن أمه، خلنا نتفق عليها، كل بري هو بطن أمه، وكل بوست لا، هو خلص إجا للدنيا فما بعد الولادة. بوست بيرث، بوست نيتال. أوكي، فهو يقول لك دراسة الإمبريو ما توقف فقط على تطوره وهو يعني برينيتال، هو بعد بطن أمه، لا، ما بعد الديفلوبمنت ما راح توقف، ما يصير بيها ستوب للولادة، لا، ما بعد الولادة الجروث اللي حيصير بي فترة البوست نيتال، ويسموها البوست نيتال تشيز. شنو هاي الديفلوبمنت اللي يحكون عليها؟ يقول لك احنا نشوفها ما بعد الولادة، مثلا تطور الأسنان من تجي بالبداية، تكون الأسنان، اللبنية، كذلك الفيميل بريست، الثدي عند الفيميل، هاي الأشياء هو اللي يقصد بها التطور اللي يحدث وراء الولادة. اوكي، لان هو اول ما يجي للدنيا اسنانه ما كاملة، ما عنده اسنان، وبعدين تبدي تتكون، او الثدي عند الفيميل ماكو، بعدين يبدي يظهر. اوكي، تمام. زين، فهاي الهيومن امبريولوجي هو شنو؟ هو العلم اللي يدرس للأوريجين والديفلوبمنت، منشأ وتطور الطفل من هو زايغوته بيضة لحد ما انه هو يجي للدنيا، لحد ما انه هو بيرث اوف انفنت، نولد الطفل، وهذا التطور ما راح يوقف فقط على مرحلة البرينيتال خلال فترة الحمل والولادة، لا، بوست نيتال ما بعد الولادة، بوست نيتال اللي هي شنية التطورات اللي تصير، انه حتطلع عند الاسنان وتطور الاسنان من لبنية الى دائمية، وكذلك البريست الثدي عند الفيميل. اوكي، زين،
اكو فد امبورتنس اوف امبريولوجي، شنو اهميه الامبريولوجي، شنو الفائده من عندي انا من دا ادرس هذا التكوين او هذا التطور؟ باعوا يا شباب عوفوا السلايد اسمعوا من عندي، انا ليش دا ادرس امبريولوجي او شنو الفائده من انه انا ادرس امبريولوجي؟ الفكره منه لما الطفل ببطن امه احتمال الطفل ممكن دا يصير عنده كونجنتال انومالي، يعني تشوهات خلقيه. ففي حال الطفل عنده تشوهات خلقيه ومن يجي للدنيا حيكون من 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 ذوي الهمم، او الطفل يعني عنده منتال ريتارديشن تخلف عقلي او شوف شنو عنده. يعني لو ما تقول لك اني يعني ليش اشيل مسؤوليته او انه اني ما اقدر انه اجيب هذا الطفل واظلمه. ففي حال هم يدرسون هاي التشوهات اذا موجوده وحاولوا يحدون انه او يمنعوا انه تصير، خير على خير، ما منعوا انه تصير، ممكن يسوون الاجهاض ابورشن ويسقطون الطفل وخلاص. ليش دا يجيب طفل مشوه؟ فالفائدة والفكرة من دراسة التكوين الجنيني حتى أني أحد أو أقلل من حالات التشوه الولادية. أوكي، فهذا العلم دراسته يساعدني على أنه أراقب الديفلوبمنت اللي دا يصير خلال الإمبريونيك بيريود، فترة تكوين الإمبريو الجنين. أوكي، فيساعدني حتى انه يعني يساعدني حتى اعرف اني النورمال بادي ستراكشر واني اعرفها شنو هي، حتى من اجي اقارن ويا من اني اعرف شنو الستراكشر التركيب الطبيعي جسم الطفل او جسم الانسان هو بعد امبريو، ها، واجي اقارنها ويا يعني من اني درست هذا العلم اجي اقارنها ويا الحوامل. فاذا شفت هاي النورمال بادي ستراكشر ما موجوده فاقول اكو احتمال اكو كونجيتال انومالي، فهاي الفائده من عنده. زين، حتقولون هاي الكونجيتال انومالي او التشوهات الجنينيه منين دا تجي؟ باعوا يا شباب، التشوهات الجنينيه اكو كوما اسباب ممكن تسويها، ممكن انفايرومنتال البيئه، ممكن واحد قاعد بمنطقه بيها اشعاع، هذا الاشعاع ممكن ياثر على الام، ممكن ياثر على الطفل. اوكي، هاي مثال بسيط على الانفايرومنتال، وغيرها وغيرها. ممكن مثلا منطقه بيها انفكشن وهذا الانفكشن حيسوي حد انصاب بالام والام ما حتاثر على الطفل وحتاخذوها اصلا من يعني تصعدون مرحله رابعه بالنسائيه، حتاخذون المحاضره كامله تعطيكم اياها دكتوره داليا على الانفكشن وشون الانفكشن ممكن يسوي الكونجنتال انومالي. يعني بالتفصيل مرات يجيك الطفل عنده ديفنس ما يسمع او مثلا ما يشوف او منتال ريتارديشن او 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 يعني كوما امراض، حتاخذوها كلها هاي بالنسائيه. فاول شيء انفايرومنتال، يعني المشكله بالبيئه، او ممكن هو فيروس، يعني فيروسز ممكن هي الفيروسات ممكن تسوي ليها، او ممكن جينيتك، يعني هم طفرة وراثية صار عندهم بالعائلة مثل الداون سيندروم وغيرها من السيندرومات. همينها رح نشرحها كليتها، حتاخذها هسه وحتاخذوها بالأطفال وحتاخذوها بالنسائية تقريبا بصورة يعني موضحة أكثر من هيك. أوكي، فإنه احتمال يعني الفائدة من هذا العلم يخليني أدرس الجينيتك والإنفيرومنتال فاكتر اللي ممكن تأثر لي وتسوي لي ديستربتد او ديستربشن للنورمال ديفلوبمنت، حتاثر لي على النورمال ديفلوبمنت وعلى انتاج الطفل. حيصير عندي بيرث ديفكت، مشكله من يجي الطفل للدنيا بيفد ديفكت كوجيتا انومالي، مشكله، عرفتوا شلون؟ زين، فهاي الفائده من علم الاجنه او علم التكوين الجنيني. هسه شنو؟ نرجع نعيد، شنو هو علم الجنيني؟ هو علم يدرس من الاوريجن، من منشأ الطفل اللي هو من الزايغوت لحد ما اني اولد انفنت، لحد البيرث مال انفنت، ويستمر هاي الفتره يسموها البرينيتال، ويستمر ما بعد البرينيتال اللي هو شنو هي فتره البوست نيتال اللي هي الديفلوبمنت ما بعد الولاده، اللي هي تشمل شنو مثلا عمليه الديفلوبمنت او التطور اللي يصير بالاسنان او بالثدي عند الفيميل. اوكي، زين، هاي شنو الفائده من اني ادرس هذا العلم؟ ليش يعني ايش العلماء فارغين وقرروا يدرسوه؟ لا، قال لك احنا ندرسه حتى نعرف في التكوين الطبيعي للإمبريو شلون يكون، للطفل شلون يكون، للجنين شلون يكون، ووراها نجي نقارنه ويا الحوامل. شفنا انه هاي النورمال ستراكشر ما موجوده، فاحتمال اكو عندك كونجيتال انومالي، واني احاول احد من هاي الكونجيتال انومالي. حتاخذوها قلنا بالتفصيل بالاطفال وبالنساء ان شاء الله بالمرحله الرابعه. زين، او شنو ممكن هاي الاشياء اللي تسبب لي كونجنتال انومالي؟ حطوا ببالكم اكثر شيء ثلاث شغلات: الجينيتك اللي هو العامل الوراثي، والانفايرومنتال البيئه، والفيروسز الفيروسات. اوكي، هن ذي ثلاثه، وحتاخذوهم بالتفصيل بالنسائيه الفيروسات. زين،
هسه يقول لكم الديفلوبمنت بيريود، فترة التطور تنقسم إلى قسمين يا شباب، فترة التطور تنقسم إلى قسمين، البرينيتال يعني ما قبل الولادة، والبوست كل شيء بوست بعد، وكل شيء بري قبل، حطوها ببالكم، والبوست نيتال ما بعد الولادة. زين البرينيتال ما قبل الولادة شي يتضمن؟ يقول لك شي يتضمن يعني الديفلوبمنت التطور والتغييرات اللي دا تصير قبل الولادة، واللي هم حيقسموها لثلاث بريودات مهمة. يعني شنو التطورات اللي دا تصير خلال فترة الحمل، خلال أسابيع الحمل، هاي يسموها البرينيتال ديفلوبمنت. فقسموها ثلاث أقسام، الجيرمينال بريود، هاي البريود اللي بتكون بيها بس يعني الخلايا النطفة والبيضة اللي اتحدت وسوت لي زايغوت، والزايغوت صارت بها تفلج وراها اجت صار بها امبلانتيشن وزرعت بالرحم، حتاخذوها بالتفصيل الممل بالنسائية محاضرة كاملة طبعا، انه شلون تكونت وراها شتا اعطيكم اياها دكتورة شيماء ان شاء الله، يعني اذا يعني انه يعني ما تغيرت انه صارت على غير دكتورة، فتتاخذون من دكتورة شيماء المحاضرة. فانه شنو حتشرح لكم بيها شلون بدت تتكون الطفل من هاي البيضة والنطفة وصارت الزايغوتة. فهاي يسموها الجيرمينال بيريود اللي هي اول اسبوع وثاني اسبوع من الحمل. عادة معلومة لكم يعني الحامل شو وقت بالطبيعة تقدر تعرف روحها انه هي حامل او تكتشف روحها حامل، تقريبا هي تجي ورا اسبوعين من حملها الطبيعي، يعني هاي بأغلب، بس أكلها مثلا يكتشفون أسرع من أسبوعين، أكلها يكتشفون وراء أسبوعين، بس الأغلب هم يجون خلال أسبوعين وراء ما تنقطع عنهم المسنترال سايكل، يعني شاكين أنهم عندهم حمل وصلوا يطلعون عندهم حمل. فهي هاي سموها الجيرمينال بريود اللي تكون أول وثاني أسبوع من الحمل، عملية الأخصاب وجت هاي الزايغوت البيضة صارت بدأت تنقسم يصير بيها تفلج، وراها جت إذا تنزل عبر الرحم، هاي يسموها الجيرمينال بيريود. وراها الامبريونيك بيريود. شنو يعني الامبريونيك بيريود؟ الفترة اللي يبدي يتكون بيها الامبريو، تتكون بيها الجنين، الأجنة. أوكي الامبريونيك بيريود هي البريود اللي يتكون بيها الأرغانوجينيسيس، اللي شو وقت تصير من 3 إلى 8 أسابيع، ويسموها هنا يسموه امبريو، هناك يسموه جيرمينال بعد خلايا، هنا لا بدها تكون امبريو فيسموها الامبريونيك بيريود. زين ثالث وحده الفيتال بيريود. هاي الفيتال بيريود شنية؟ الفتره اللي تبدي من الاسبوع 9 لحد الولاده، هنا الطفل يسموه خلص بعد مو اجنه، هنا بدا يتكون الطفل فيسموه فيتاس، الفيتاس. اوكي ولما يجي للدنيا شيء يسموه نيونيت، انه تو جاي النيونيت. تقريبا اذا يسالكم بها بالاطفال، هسه ما يسالكم بها ايش قد يعني، ويبقى اسمه نيونيت تقريبا اول 28 يوم من الولاده اسمه نيونيت، وراها يبدي يصير انفنت. اوكي فهنا حيكون اسمه بهاي البريود اسمه الفيتاس. اوكي زين خلينا نرجع نعيد البرينيتال بيريود. البرينيتال بيريود او ديفلوبمنت هي الفتره اللي تصير برحم الام، هو بداخل بطن امه، تنقسم ثلاث اقسام، جيرمينال بعد خلايا حيه اللي هي اول اسبوع وثاني اسبوع من الحمل. ممكن تجيكم ام سي كيو، حطوا ببالكم هنا هاي الجدول ام سي كيو يا شباب، وحلو يعني ام سي كيو سهل وواضح المساعدة، دايركت كويستشن تقول لك شنو هي الجيرمينال بيريود، او شو وقت تصير الجيرمينال بيريود بالاسبوع الاول والثاني من الحمل. زين الامبريونيك بيريود شو يسمون الطفل بيها؟ ممكن تقول لكم انه تقول لكم باعوا كل هاي الام سي كيوات صحيحه اكسبت واحد، تحكي لكم على الامبريونيك بيريود تقول لكم هي تبدي بالاسبوع الثالث وتنتهي بالاسبوع الثامن، ومثلا يتكون بها الاعضاء ويسموها الامبريونيك بيريود، وتقولكم الطفل يسموه بها فيتاس، فهو هنا حيكون اكسبت غلط، احنا نسميه امبريو بعده اجنه، بعده اجنه بهاي المرحله. اوكي فبالاسبوع الثالث للاسبوع الثامن هي عمليه تكوين الاورجانوجينيسيس، تكوين الاعضاء، اورجان يعني اعضاء، جينيسيس هي عمليه تكوين، فاورجانوجينيسيس هي عمليه تكوين الاعضاء مال الطفل مال 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 الامبريو الجنين. اوكي زين هاي الامبريونيك بيريود. الفيتال بيريود هي البيريود اللي تبدي من الاسبوع التاسع لحد الولاده، هذا الطفل يسموه فيتاس. فشرح اجيب لكم بالام سي كيو
تقول لكم بالفيتال بيريود شو يسمون الطفل مثلا امبريو، لا هم يسموه فيتس، فهاي السلايد بمجال يجي ام سي كيو، اوكي حفظوه سهل واضح مال مساعده. زين البرينيتال بيريود هي حتكون مور رابيد ذان البوست نيتال، فهاي هم تجي بالام سي كيو تبدل لكم تقول لكم البوست نيتال بيريود تصير هي اسرع، لا البوست نيتال طول الديفلوبمنت، يعني هي ورا ما تجيبه تقريبا 16 سنه يلا تبدي تطلع على البريست عند الفيميل، فتطول كلش، او ورا يعني تقريبا سنه وشويه يلا تبدي تطلع على الاسنان عنده، عرفتوا شلون؟ فالبوست نيتال ديفلوبمنت لا شويه تطول، البري نيتال هي مور رابيد ذان البوست نيتال، حطوها ببالكم. اوكي زين يقول لكم اكو فد كريتيكال بيريود بالهيومن ديفلوبمنت، اكو فد فتره معينه تكون كلش كريتيكال، ليش؟ لان هي ممكن تسبب لي تشوهات الجنين يا باعو. مرحله تكوين الامبريو لما تتكون الاعضاء مالت الاورجانوجينيسيس اللي هي اول 3 اشهر من الحمل، الامايه شي يقولوا لها بالنسايا حتاخذوها، يقولوا لها اي دواء ما تاخذين، ليش؟ لان اكو كوما ادويه تساهم بعمليه التشوهات الجنينيه. اوكي فقط الفوليك اسيد يعني الباراسيتول ما تاخذه الا عند الحاجه، يعني عرفت شلون؟ ليش؟ لان هاي الفتره مال الامبريو اللي دا يتكون الامبريو بيريود اللي دا يتكون بيها الجنين دا يتكون بيها الاعضاء مالته كلش نحسه، اي شيء ممكن ياثر ويسوي تشوه جنيني، فهمت شلون؟ لذلك فبهاي الفتره لازم كل العوامل اللي ممكن تسوي تشوهات انا احاول ابتعد عنها، احاول انه ما اكون ببيئه موجود بها فيروسز يعني فيروسات، لازم ما اكون ببيئه تهدد انه احتمال يسوي عندي تشوهات جنينيه، اتجنب كل الدراجات، عرفت شلون؟ لان حتاثر على الديفلوبمنت مال بيبي ويجي الطفل مشوه، فهاي يسموها الكريتيكال بيريود. في حال اجاكم ام سي كيو قال لكم يا هي بيهم تعتبر الكريتيكال بيريود الجيرمينال لو الامبريونيك لو الفيتال، الامبريونيك هي اكثر وحده كريتيكال، ليش؟ هذا كله كريتيكال طبعا، بس الامبريونيك لان تتكون الاعضاء مالته. اوكي فالكريتيكال بيريود اوف هيومن ديفلوبمنت ات از ذا ستيج اوف ديفلوبمنت مال امبريو، هي مرحله تطور الامبريو. اوكي هاي تكون حرجة، المرحلة حرجة، ليش؟ لأن أكو فد ايجنت حتأثر عليها اللي هي درج الأدوية الفيروس وكذلك الانفيرونتال البيئة، فبالتالي ممكن تسوي لي كونجنتال انومالي يا شباب، ممكن تسوي لي كونجنتال انومالي، يعني شنو الكونجنتال ابنورمالتي أو كونجنتال انومالي؟ يعني تشوهات جنينية. الديفلوبمنت اوف مال امبريو ايش راح يصير بيه؟ حيصير بالتالي يعني حيصير في الديستربشن بالتيشو بالاورجان اللي دا تتكون، فبالتالي حيصير عندي تشوهات جنينيه. شو وقت هاي بالامبريونيك بريود اللي هي الكريتيكال بريود يا شباب، الكريتيكال بريود تمام. زين هسه هنا شنو عندنا؟ شنو الميجر ايفنت اللي تصير بالامبريونيك بريود؟ انت شنو الميجر ايفنت اللي يصير بالامبريونيك بيريود مرحله تكوين الجنين؟ اول شيء الجاميتوجينيسيس، تجي البيضه تتحد ويا النطفه يعني وتكون لي الامشاج، مرحله الامشاج الجاميتوجينيسيس، اول شيء يعني الامشاج يجد اللي هي النطفه والبيضه ويبدا يعني يتخصبت، فيعني يكونوا لي البيضه الزايغوتة، فاول شيء احتاج اني حتى يتكون الطفل احتاج امشاج، احتاج نطفه وبيضه، فاحضر الامشاج الجميتات. اوكي وراها هاي الجميتات راح تتحد البيضه والنطفه، عمليه تسمى عمليه الاخصاب الفيرتلايزيشن، راح تتكون عندي عملية الفرتلايزيشن، وراها الفرتلايزيشن ايش راح يصير بيها؟ التفلج الكليفج، تنقسم الخلايا 2 4 8 16 اوكي، وراها تروح تنزرع وين؟ بطانة الرحم، هاي الكليفج تروح تنزرع بطانة الرحم مثل ما اخذتوها بالاحياء، بس الفرق انتو اخذتوها او ما ادري يجوز انتو التكوين الجنيني لغة الكوبليانية جتي كم سنة اللغة يعني التكوين الجنيني بالاحياء كانوا شارحي يعني بالتفصيل، المهم فهاي حتروح تنزرع بطانة الرحم، وراها حتكون لي الجاسترولا، الجاسترولا
يعني يعني مرحلة يبدي يتكون، يعني هي من فد شيء بعد ما ينزرع، بعد ما تنزرع هاي الكليفج بالبطاطة الرحم حتبدي تكبر وتسوي لي الجاسترولا. الجاسترولا وراها ايش راح يصير عندي؟ حيبدي تتكون الأورجانوجينيسيس، حتبدي تتكون أعضاء البيبي عضو عضو، تقريبا كده 9 أسابيع تبدي تتكون. وراها حيبدي يتكون السنترال نيرفس سيستم، الأنبوب العصبي. لذلك يقول لك أول 3 أشهر من الحمل أنت أخذ فوليك أسيد. ليش؟ حتى يبدأ أو يحد من تشوهات الأنبوب العصبي. تشوهات الأنبوب العصبي البيبي حيجي يعني بمشاكل دماغ، احتمال أصلا ماكو أنانسفالي، ماكو البرين مات، يعني كوما كونديشنات. وحتشوفوها حتاخذوها بالجراحة إن شاء الله وتشوفوها بمستشفى الجلوية العصبية، كلها حتشوفوها. سباينا بافيدا اللي هو يعني تف مال هير بظهره، بس هي يعني ما بتغطي السباين مال تطالع يعني، اوكي. وحتشوفون يعني كل هاي الكونديشنات، اوكي. فهاي في حال انه اني ما نمو السنترال نيرفس سيستم بطريقه مضبوطه، فبالتالي حيسوي لي هاي التشوهات الجنينيه. حتاخذوها كلها بالجراحه وتاخذوها كلها بالاطفال وتشوفوها بالجمله العصبيه وتشوفوها بالمستشفى الاسكان اذا الله راد، بالاطفال وبالجراحه. زين، وبعد عندنا الامبريونيك فولدنج. يتكون الامبريونيك فولدنج، فهسه شنو هي اهم ايفنتس تصير بالامبريونيك بيريود؟ الجيبيتوجينيسيس، تجي الامشاج تتخصب، فرتلايزيشن تكون التفلج، يزرع زرع بطاطا الرحم صار جاسترولا، الجاسترولا بدات تكبر وتكون اورجانوجينيسيس، تكون اعضاء مال الطفل. وراها يبدي يتكون السنترال نيرفس سيستم، الجهاز العصبي المركزي مالته. وراها الامبريونيك فولد. خاف يجيب لكم واحد من هاي الايفنتس وتقول لكم صارت بيا بيريود، تطيق الفيتاس بيريود، الامبريونيك بيريود، والمثلا الجيرمينال بيريود، وتقول لك بوست نيتال بيريود. فانت ايش تختار؟ الامبريونيك بيريود. ممكن تجي ام سي كيو ممكن، بس اللي اكثر تجي هذا اريدكم تدرخوه، هذا درخ مثل اسمكم 100% يجيب عليه ام سي كيو بالمد، اذا مو بالمد بالفاينل. زين، شلون تصير عملية هاي البروسيس مال ديفلوبمنت؟ هي عملية انقسام مال خلايا، خلايا تنقسم. اخذته بالصف السادس، عفوا السلايد اسمعوا من عندي، اخذته بالصف السادس عملية انقسام الخلايا، انه الاماية تطي بيضة والاب يطي نطفة، فالام تطي بيضة والاب يطي نطفة، وصار بيها عملية انقسامات. هسه حدي نجي نحكيها بالتفصيل. بالمناسبة هي هاي الانقسام يعني الاعتيادي والانقسام الاختزالي حيشرحوها هنا، انتو اكيد اخذتوها العام بالبايو. بصراحة ما كلش مهمة، يعني ما كلش تجي بالامبريو لان انتو مو بايو، بس يحتاج انه تطلعون عليها، حنشرحها يعني، بس يا يعني ما راح تجي عليها. هو بها جدول واحد هو اللي يجي، اكثر من هيك ما راح يجيون عليها. فانتو شنو لا تدخل روحكم بها، عندكم محاضرات اهم، اوكي. بس يعني مو معناها تركوع ما تطلعون عليها. زين، فعملية التطور شلون دا تصير؟ اول شي بقى شوفوا بالصورة هنا، الام ما عندها اوفري وهو الميل عنده تيستس، فبدت تتكون يعني الامشاج جاميتوجينيسيس، فوراها السبرم والبيضة جوي وتخصبوا، فصار فرتلايزيشن. ورا الفرتلايزيشن صار عملية الامبريوجينيسيس اللي هي شنية الكليفج، التفلج، جيتي انقسمت، وراها جيتي زرعت بطانة الرحم وسويتي الجاسترولا، ورا الجاسترولا وعملية الأورجانوجينيسيس هاي عملية الجاسترولا، وراها حيصير عندي الأورجانوجينيسيس تكوين الأعضاء مالته، وراها السنترال نيرفس سيستم راح يتكون، وراها الامبريونيك فولد، وراها راح يجي إنسان وتستمر دورة حياة الإنسان، أوكي. فأول شيء قبل كل شيء إحنا راح نرجع على بالبداية شلون تبدي عملية التطور، شنو أول شيء اللي هو النطفة والبيضة شلون نقسمه. فهاي أول عملية تطور، أول بروسيس اللي هي السيل ديفيجن، انقسام الخلايا اللي هن انقسامين الميتوتيك والمايوتيك، الانقسام الاعتيادي والانقسام الاختزالي، الاعتيادي المتساوي والانقسام الاختزالي. وراها جروث، حيصير عندي زيادة شو بشنو؟ بالنمبر مال سيل، بعدد الخلايا، حتتضاعف الخلايا.
والحجم مالتها والسايز مالتها والسبستنس اللي بين الخلايا intercellular substance المواد اللي بين الخلايا. اوكي ثالث شغله حيصير differentiation الهيستوجينيسيس عمليه تكوين الانسجه. اوكي فهسه البروسيس مال development حتكون ثلاثه cell division والgrowth وال differentiation. cell division اللي هو شنو الديفيجن حيصير مايتوتيك والمايوتيك انقسام المتساوي والانقسام الاختزالي ورا عمليه جروث نمو بالخلايا تزيد الدمبر ماسيلماتها العدد والحجم وكذلك الانتراسيلولار سابستنس. الديفرنشيشن هو عمليه تكوين الخلايا. حنجي نحكي اول شيء الانقسام المتساوي وكل اللي قلت لكم اياه الانقسام المتساوي انتم تطلعوا عليه ما كلش يجي بالفاينال ما كلش يجي بالفاينال يعني انتم مو بايو انتم تكوين جنين عندكم مواضع اهم عندكم اسابيع هواي حتدوخون بيها يعني هاي ارقام الاسابيع وكل عمليه تكوين بيها اسبوع بعد زين. فحنجي على الميتوسيس. بالنسبه للميتوسيس الميتوسيس هو يتكون من تقريبا خمس فيسات تتكون مع بعض. الميتوسيس هو عمليه انقسام الخلايا المتساويه يعني الخليه الكبيره راح تنقسم الى تو دوتر سيل الى خليتين بنت يعني هاي الخليه الاميه راح تنقسم الى خليتين دوتر بنت عندهم نفس الصفات كامله لعند الخليه الام يعني جينيتيكلي ايدنتيكال تو ذا بارنت سيل نفس خلايا الام بالضبط. هاي الام ايش قد عندها 46 هذني 46 ب46 كروموسوم. اوكي هذا الانقسام الاعتيادي هذا الانقسام الاعتيادي وهي بروسيس تنتج لي انه خليه واحده راح تنقسم فبالنهاية هاي الخلية الوحدة من تنقسم راح تنتج لي خليتين اثنين خليتين بنتات يعني خلية البنت تحتوي على نفس العدد والشكل مال الكروموسومات مال الخلية الأم. هذا الانقسام الاعتيادي المتساوي به خمس فيسات. أول فيس أو الطور الأول هو الطور التمهيدي معه هنا شلنا أسماء الفيسات الانترفيس البروفيس الميتافيس والأنافيس والتيلوفيس. أوكي هاي الفيسات مالتهن تجي صراحة ما أعتقد تجي يعني عددوهن أكو أشياء أهم. زين نجي ممكن بالكوزات يعني هاي الكوزات طبيعة مال المحاضرات ممكن تفتحوكم بيها الدكتورة بس كبدو فاينل ما تجي أدخلوكم بيها. نجي للميتوسيس بالإنترفيس الطور التمهيدي باعوا إذا جاب لكم MCQ قال لكم بنو أطول طور بالنسبة لعملية الانقسام الاعتيادي الطور التمهيدي هو أكبر طور تصير به ثلاث فيسات أول G1 والS phase والG2 G1 هو عملية الجروث ماسيل. أوكي حيصير جروث ونمو وميتابوليك تشينج بالخلايا حتى تتحضر لل يعني الديفيجن للانقسام هذا G phase cell growth. وراها حنيجي عندنا شنو عندنا الS phase أو السينثيسيس فيس. هذا بهذا الفيس إيش راح يصير عندي راح يصير عندي DNA replication راح يضاعف DNA راح يضاعف DNA. ليش يضاعف حتى يتهيأ إنه ينقسم ويتوزع بالتساوي على الخلايا البنات. اوكي فحيصير DNA replication راح يتضاعف DNA وكل كروموسوم راح يتكون من تو سيستر كروماتيد من الكروماتيدات الشقيقه يعني معه الكروموسوم هو حيكون هيك شكله يعني هذا كروماتيد وهذا كروماتيد ثلاثة سوا كروموسوم بطن اللي يربطن هو السنترومير. اوكي هذا الكروموسوم هذا الS phase اللي هي synthesis phase تضاعف DNA تضاعف DNA ليش جاي يتضاعف حتى يتهيأ للانقسام. ثالث phase اللي هو الgrowth phase هنا ليش راح يصير العضيات الخلوية راح تضاعف حيصير organocell duplication تضاعف العضيات الخلوية. اوكي راح تضاعف العضيات الخلوية بهذا الفيس. فهسه الانترفيس ايش يصير عندي الانترفيس حيصير بي يعتبر هو اطول فيس الطور التمهيدي يا شباب هو اطول فيس تصير بي ثلاث شغلات. شنو هاي الثلاث شغلات اللي تصير بي اول شيء حيصير جروث بالخلية. ليش يصير جروث بالخلية حتى تتهيأ للديفيجن تتهيأ للانقسام هاي اول نقطة. ثاني نقطة حيصير تضاعف بالDNA وكل
كل كروموسوم حيحتوي على كروماتيدين، تو سيستر كروماتيد، تو سيستر كروماتيد يا شباب. زين، وراها الجي فيز اللي هو الخلية راح تنمو وتتحضر للانقسام، حتتضاعف الأورغانو سيل دوبليكيشن. فإذا قلكم بالجي 2 فيز إيش راح يصير؟ من اللي حيتضاعف السيل؟ ما تتضاعف الأورغانو سيل، العضيات الحيوية اللي تتضاعف، بينما بالجروث 1 الخلايا هي اللي حتتضاعف. أوكي زين، هسه هذا شنو الانترفيس الطور الاول. وراها راح نجي نحكي على البروفيس. طبعا هي الدكتورة هنا ما حاكيه بصوره عميقه، قلت لكم لان انتم مو بايو، انتم امبريو، فيعني مطيه هيك رؤوس اقلام عليهم حتى بس تعرفون انه شلون دا يبدي التكوين مال الجنين، شلون دا تتكون النطفه، شلون دا تتكون البيضه، وراها دا يتخصبون، عرفتوا شلون؟ زين، فحنيجي على البروفيس. بهذا البروفيس ايش راح يصير؟ بهذا البروفيس الكروموسوم ايش راح يصير بيه يا شباب؟ راح يصير بيه كوندنسيشن، راح يصير بيه كوندنسيشن. يعني هو بدل ما هو هيك مخربط مثل هاي الصوره اني هسه شخبطت عليها، وين خليني امسح لكم، اوقفوا. بدل ما هو هيك مخربط، لا، راح بدل ما هو هيك راح يترتب بشكل هندسي اللي هو هيك. مالكم انت صراحة كلش ما اعرف ارسم. بقى حيترتب بشكل هندسي، يعني بقى هيك حيصير، وهذا الثاني هيك حيترتب بشكل هندسي. يعني والله كلش اعتذر لان انا رسمي كلش غبي، ما اعرف ارسم. اوكي، فبدل ما هو هيك، لا، صار هيك ترتب الكروموسوم. شوفوا شلون صار، صار بي كوندنسيشن. شوفوا شلون كان، صار بي كوندنسيشن. شنو اللي يربطهم بالنص؟ السنترومير. كروماتيدات الشقيقة 2 يربطهم سنترومير، حيصير 2 بارال سب يونت، يعني وحدتين متوازية. اوكي، يربط هاي الكروماتيدين بمنطقة نارو ريجين، يربطهم في شيء اسمه السنترومير. حفظوها، السنترومير. زين، هذا البروفيس. بس افتهمنا انه الكروموسوم ترتب بشيء، صار بي كوندنسيشن وترتب، تكثف وترتب، بدل ما صار هيك مخربط، لا، تكثف وصار بشكل هندسي، وصار بشكل هندسي وارتبط. يعني هن ذني الكروماتيدات اثنيناتهن بمنطقة نارو سميناها السنترومير. زين، هذا البروفيز. وراها الميتافيز ايش راح يصير؟ راح تجي تنبني خيوط المغزل. خيوط المغزل اكو فتشي اسمه سنترول، راح يبدي يكون لي هاي الخيوط مال المغزل. هاي الخيوط مال المغزل ايش راح تسوي؟ راح ترتب لي الكروموسومات بالسرة. منين تلزمهم وتربطهم بحيث توقفهم بالنص؟ حتلزمهم من السنترومير، تلزمهم من السنترومير. اوكي، فهنا الكروموسومات راح تترتب على شكل بلان، فد يعني خط يعني متساوي ومسطرات مترتبات عن طريق مايكروتيوبيول. المايكروتيوبيول يسموها المايتوتيك سبايندل، خيوط المغزل. هاي خيوط المغزل راح تمتد فروم سنترومير، من هذا السنترومير مركز اللي المركز مال كروموسوم الى السنترول اللي هن موجودات بالطرف، اللي هن اصلا كونه لي خيوط المغزل. اوكي، خلي امسح واقرب لكم الصوره ونحكي على الصوره حتى تفهموا. باعوا، هسه نجي هنا. هذا اول شيء الانترفيز ايش صار عندي؟ الكروموسوم صار بيه دوبليكيشن، الخلايا كبر حجمها، والعضيات الخلويه همينه صار بيها جروث. وراها ايش صار عندي؟ كوندنسيشن، الكروموسوم تكثف وترتب بشكل هندسي، ترتب بشكل هندسي، هيك ترتب بشكل هندسي. هذا الكروموسوم هيك صار، شوفوا وين شان، وين صار، شوفوا شلون شان، شوفوا هسه شلون صار. زين، شنو اللي يربطهم بالنص؟ فشي اسمه السنترومير، يربطهم بالنص. اوكي، هذا اللي يربطهم بالنص. زين، اجيتي وراها ترتبت بهذا البلان، هذا الشكل اللي هو يعني مستويات ومتوازيات ووحدة مصطفى فوق اللخ. اللي رتبهم شنو؟ هنا اكو بالنهاية سنترول، فرز لي خيوط اسمها خيوط المغزل، الميتوتيك سبايندل، راحت جرت الكروموسوم من السنترول مال، من السنترومير مالته، ربطته
من السنترومين ربطتها بالسنترولات الثياتي خلتها يترتب، بعد شو مرتبطة بكل الكروموسومات رتبتهن. اوكي ايش راح تسوي يا شباب؟ ايش راح تسوي؟ راح تجي تسحب كل كروماتيد وحده، كل كروماتيد وحده، كل واحد تربطه بجهه. فهذا الفيس اللي حتسحبهم اسمه الانافيس. السنترومير مال كل كروموسوم راح ينقسم ويهاجر، انفصل هو. اني شنو الرابط الكروموسومات؟ هذا السنترومير انفصل راح، فالكروماتيدات الشقيقه اثنيناتهم التو سيستر كروماتيد راح ينفصلن، كل واحد يطشر عن الثاني. هم كانوا مربوطين في حلقه، يعني باعوا هاي حلقه لازمتهم، حلقه لازمتهم هم هنا، وهاي الحلقه لازمتهم، وهاي الحلقه راحت، فبعد شنو يلزمهم؟ يتفرقون. اوكي فكل واحد حيطشر بجهه. اوكي زين، فحتنقسم وتهاجر، كل كروماتين حيروح للأوبزيت بول أو ذا سبايندل، يعني بالجهة المعاكسة للش اسمه الخيوط المغزل، يعني هذا، يعني هذا حيروح عكس أخوه، أخوه حيروح منه، هذا حيروح بالجهة المعاكسة. عرفت شلون؟ يعني كل كروماتين حيروح بجهة ومعاكسة لأخوه، يعني أخوه حيروح بجهة وهذا حيروح بجهة، هذا الأنافيز. وراح ايش راح يصير؟ حيبدي هنا يصير انقسام، بالبداية صار انقسام للكروموسومات، هسه حيصير انقسام للغشاء الخلوي. أوكي يعني السيتوبلازم وكليته حيبدي ينقسم. أوكي حينقسم من الخلايا، وهنا كل وحدة تنقسم وحدها وتكون خلية تشبه دوتر، تشبه الخلية الأم المذر سيل، متساوية لها عدد الكروموسومات مالتها، يعني اثنيناتهم كل وحدة نفس عدد الكروموسومات. اوكي كل وحدة نفس عدد الكروموسومات مالهم. فالتيلوفيز الكروموسوم هنا راح يصير يزيد طولها، والنيوكلير الغلاف الخلوي راح يتكون لكل وحدة، وسيتوبلازم راح ينقسم، والغشاء الخلوي حينقسم، لكل كروماتيد حيروح غشاء خلوي وسيتوبلازم، وبالتالي حيكون لي تو دوتر سيل، كل وحدة عندها شو اسمه half of all double chromosome material material، ويعني بالنهاية كل واحدة حتنتج لي نفس العدد مال الكروموسومات مال الخلية الأم، كل واحدة حتنتج نفس مشابهة للخلية الأم بالضبط، identical نفس الخلية الأم. هذا الانقسام الاعتيادي، أعيده حتى يعني يبقى ببالكم، ولو قلت لكم هو هذا ما راح تجيبه يعني هي كميد بس. أوكي أول شيء عندنا إحنا العملية ال development process، أول شيء انقسام الخلايا، ثاني شيء الجروث، ثالث شيء differentiation. انقسام الخلايا هو الانقسام الاعتيادي والانقسام الاختزالي. ثاني شيء الجروث هو السيل راح يصير بيها جروث وراح تكبر حجمها. واخر شيء الديفرنشيشن اللي هي عمليه الهيستوجينيسيس، عمليه تكوين الانسجه. اجينا اول شيء اللي هو عمليه الانقسام، اخترنا اول شيء الانقسام الاعتيادي. قلنا الانقسام الاعتيادي هو شو اسمه، تنقسم خليه ام تكون تو دوتر سيل مساوي ايدنتيكال لها، يعني جينيتيكالي ايدنتيكال للخليه الام، للبارنت سيل نفس الخليه الام متساويه بالجينات. اوكي راح تتكون من 5 فيس، الانترفيس، البروفيس، الميتافيس، الانافيس، والتيلوفيس. اول واحد هو اطولهم، الانترفيس حيبدي هو الطور التمهيدي، يبدي يتمهد ويتحضر حتى يصير بانقسام. اوكي يبدي يتحضر حتى يصير بانقسام، يتحضر اول شيء الخلايا نفسها حيصير بها جروث. ليش؟ حتى انه هي تستعد prepare حتى انه تنقسم. وراها الاس فيس، السينثيسيس فيس، هنا الدي ان اي راح يصير بي ريبليكيشن، وراح يتكون من تو سيستر كروماتيد يربطهم فت حلقة لازمتهم هي السنترومير، لازمة هذني حتى ما كل وحدة تروح بجهة، ذني الخوال حتى ما يتعاركن. اوكي وراح يصير جي تو اللي هو جروث بالأورغانوسيل. اجينا وراها خلاص الانترفيس البروفيس، هنا قلنا الكروموسوم راح يصير، ايش راح يصير بيا شباب الكروموسوم؟ هنا الكروموسوم راح يصير بدل ما يكون تايه او مخربط، لا راح يترتب بشكل هندسي، وبما انه هو يترتب بشكل هندسي هنا ايش راح يصير؟ راح يصير بي كونسنديشن، راح يتكثف ويترتب بشكل هندسي ويربطهم يعني السنترومير بالنص. اوكي مربوطه متكون من تو كروماتيد تربطهم بالنص السنترومير، هو هذا اللي لازم. هم وراها البروفيس الميتافيس، هذا الميتافيس ايش راح يسوي؟ راح عندنا راح تتكون الميتوتيك سبايندل، خيوط المغزل، منو يكونها في شيء اسمه السنترول، موجود بنهايه يعني بالنانه، هنا هذا موجود معه، هذا
هنا وهنا هو حيفرز خيوط المغزل، وبالتالي خيوط المغزل راح تجلي الكروموسوم من تلزمه من السنترومير مالته وتخليه تقول له اوقف الصف عدل لا تتعلم على الخربطه. وراها هاي ايش راح تسوي؟ راح تسوي لي يعني تكسر لي شو اسمه، سوي يعني السنترومير راح تخليه ينقسم وتقول له وخر عف الكروماتيدات. انت ليش لازم هم جهال؟ خلي كل وحده تكون خليه وحدها وتسحب كل كروماتيد بجهه، وبالتالي من سحبتهم كل واحد بجهه حتسوي انقسام للغلاف النووي وحتسوي انقسام للسيتوبلازم وتتكون تو دوتر سيل اللي هي بالتيلوفيز، حيصير عندي تو دوتر سيل كل خليه مشابهه للخليه الام. خلصنا هسه من الانقسام الاعتيادي، هسه حنيجي نحكي على الانقسام الاختزالي. الانقسام الاختزالي اوكي، فهسه قلنا الانقسام الاعتيادي هي عبارة عن خلية ام تحتوي على عدد من 46 كروموسوم، راح تنقسم الى 2 سيلز متساوية بالعدد والصفات الوراثي. هذا الانقسام الاعتيادي واللي يصير بكل خلايا الجسم يا شباب، بالكبد، بالمعدة، كل مكان بالجسم هذا الانقسام الاعتيادي يصير. الانقسام الاختزالي لا يختلف، خلية تحتوي على 46 كروموسوم ايش راح تسوي؟ راح تنقسم الى بانقسامين مو قسم واحد الى 4 خلايا، نهايتها كل واحدة بيها 23 كروموسوم، 23 23، وهاي هم 23. اوكي، كل واحدة 23 كروموسوم، تختلف بالصفات الوراثية عن الخلية الام. اوكي، عن الخلية الاصلية، تختلف بالصفات الوراثية عن الخلية الاصلية. هسه راح نجي نحكي الانقسام الاختزالي شنو معناه. اوكي، هسه حنجي نحكي على المايوسيس او الانقسام الاختزالي. هذا وين يصير؟ يصير يعني take place in the gametes of organs organism. اوكي، يصير بالجميتات، بالنطفة والبيضة. هذا الانقسام يصير بالنطفة والبيضة، لانه خما اني النطفة تجيني 46 والبيضة تجيني 46، ايش حيصير الانسان بهاي الحالة؟ يعني حيصير تقريبا 92، بس هو الانسان الطبيعي لازم 46، فالطبيعي لازم اكو يصير اكو اختزال، ماكو تضاعف في الكروموسومات. تيجي الام بيضتها 23 والاب النطفة مالته 23 حتى يكونوا 46. اوكي، فهو يصير بالامشاج مال الانسان. زين، بي اسم ثاني. اي بي اسم ثاني اسمه الريدكتس ديفيجن، القسام الاختزالي. هاي مهمه، خاف تجي ام سي كيو. قلت لكم بصوره عامه، انتم مو بيولوجي، هو هذا القسام كله للاطلاع، خلوا ببالكم. اوكي، بس خاف تقولكم المايوسيس باسم ثاني او شو، تقولكم تحكيكم على هذا القسام الاعتيادي المايوتيك وتعطيكم كم صفات صح وتعطيكم صفه غلط، تقولكم انه هو اسمه الثاني الريدكشن ديفيجن، القسام الاختزالي غلط، هذا اكسبت لان هذا للمايوسيس. اوكي، زين، خلوا ببالكم حيبدي ديبلويد سيل، يعني باعوا. خلي ببالكم شغله، حتسمعون مصطلحين الدبلويد والهابلويد. الدبلويد يعني خليه تحتوي على 46 كروموسوم، والهابلويد هي خليه تحتوي على 23 كروموسوم. وهسه وين راح نمشي شويه، راح نقراها ونقرا تعريفها. اوكي، فهي حيبدي بدبلويد سيل، يعني بخليه 46 راح تنقسم تكون لي 4 خلايا 23 سيل. اوكي، تحتوي نسختين 2 كوبيز اوف ايتش كروموسوم one from each parent. يعني هي راح تبدي بخلية 46 كروموسوم دبلويد سيل تحتوي على كروموسومات. زين، مو هي قال عندها 2 كوبي نسختين من الكروموسوم؟ هاي الكروموسومات النسختين يسموها الهومولوجس كروموسوم، الكروموسومات المتماثلة. اوكي، يعني كروموسومات متماثلة متماثلة. اوكي، زين، كل كروموسوم يتكون من كروماتيدات اثنين، احنا هاي الشيء متفقين عليه، انه الكروموسوم يتكون انه هذا كروماتيد وهذا كروماتيد، يربطهم بالنص السنترومير هو اللي يلزمهم. اوكي، فالانقسام الاختزالي راح ينقسم قسمين، اول قسم المايوسيس الاول والمايوسيس الثاني. اوكي، المايوسيس الاول والمايوسيس الثاني، الفائده من المايوسيس الاول حتى يفصل لي الهومولوجس كروموسوم يسوي له سيبريتد، والثاني يسوي سيبريتد للكروماتيدات. يعني بالبدايه احنا عندنا عندنا كروموسومات اثنين، هومولوجس تو كروموسوم، نسختين من الكروموسوم هذا الاول وهذا الثاني. سوري، صارن ثلاثة. اوكي، هذا الاول وهذا الثاني، الهدف حيفصلهم يسويهم يعني شنو
شو اسمه يفصلهم عن بعضهم، وراها يجي شيء يسوي لي يفصل لي الكروماتيدات هذني الأربعة، يعني هذا واحد وهذا اثنين هذا ثلاثة وهذا أربعة. فالقسام الثاني يسوي سبريتد للتو كروماتيد، والقسام الأول يسوي سبريتد للكروموسوم. أوكي، الاستيجات مالته نفس الاستيجات مال مايوتيك، إنه هو يعني شو اسمه البروفيز والميتافيز والأنافيز والتيلوفيز، واللي هي تتجمع بكلمة بليز ميك تو سيل. أول حروف من هاي الكلمة هي تشكل لي يعني أسماء الفيسات في حال نسيتوها. أوكي زين، فهسه قلنا المايوسيس عايدة حتى نبدي بيه بالتفصيل أكثر، هو عبارة عن انقسام اختزالي يا شباب. وين يصير؟ يصير بالأمشاج. وين يصير؟ بالجميتات. يبدي شلون؟ يبدي بخلية دبلويد بيها 46 كروموسوم مثلا، وتنقسم تكون لي 4 خلايا 23 كروموسوم. زين، بي عندهم يعني تو كوبيز مال هوملوجس كروموسوم، نسختين من الكروموسومات المتماثلة، كل كروموسوم يحتوي على تو كروماتين يربطون بالسنترومير الحلقة اللي تلزمهم. اوكي، فعادي الانقسام الاختزالي يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى يصير انفصال للكروموسومات المتماثلة، والانقسام الثاني يصير انفصال للكروماتيدات الأربعة، التو كروماتيد حتى يكون لي 4. زين، فزين فهاي الديفيجن اللي يصير بالانقسام الاختزالي. والفيسات نفسها، الفيسات مال يعني الفيسز مال الانقسام الاعتيادي، بروفيز ميتافيز انافيز وتيلوفيز. زين، هسه نجي على الستيج مال مايوسيس. اول شيء المايوسيس الاول، المايوسيس الاول قلنا بروفيز ميتافيز انافيز وتيلوفيز، والمايوسيس الثاني نفس الشيء. هسه حنجي نحكي شنو اهم الاحداث اللي حصير بيه. اهم احداث هذا السلايد اريدكم تعتبروه مهم، يعني لحد هسه ممكن هذا يكون مهم، والله صراحه ما اتوقع يجي، لان انتو امبريو مو بايو باو، يعني هذا حكي على مدو فاينل، ما احكي على كوزات. زين، اهم حدث ايش راح يصير؟ احنا عندي قلنا زوجين من الكروموسومات المتماثله، هذا الزوج الاول وهذا الزوج الثاني. حلو، هذا لون الشكل ويختلف، وهذا لون الشكل، بس متماثلات، عندهم كروماتيدات اثنين وعندهم سنترومير. شو يريدن؟ يريدن هذا يجي ينطبق فوق هذا، هذا ينطبق فوق هذا. اوكي، فايش راح يصير من الطبقين؟ حيجن يصيرن هيج سوية. هاي العملية يسموها التتراد. التتراد ايش راح يصير بيها؟ مو اجن ينطبقن هاي الكروماتيدات المو شقيقة، تقول له تعال احنا فارغين، تعال خلي نبدل، انا اعطيك لون وانت تعطيني اللون مالتك حتى نصير حلوين. فايش راح تعطي؟ هاي حتعطي حصتها لهذا، وهذا حيعطي حصته لهاي. اوكي، فشوف ايش حيصير. راح يصير هيجي، حيصير هاي اخذت من هاي وهاي اخذت من هاي، فيسموها التتراد، عملية كروسنج اوفر، واحد يعطي للاخ. اوكي، هاي اهم احداث تصير بهذا الانقسام، اللي هي شنية؟ اول ايفنت يصير كروموسوم كوندنس، كروموسومات بدل ما تكون طايفة هيش، لا راح تترتب على شكل كروماتيدات، وبنوصل بشكل هندسي، وبنوصل سنترومير مثل ما حكينا. وراح ايش راح يصير؟ حيصير ساينابسز بيناتهم، اللي هو شنو؟ الهومولوجس كروموسوم، وحده تيجي على اللوك كوم توجذر، ومثل ما شفنا بهاي هنا بهاي الصوره يكون لي التيتارد. التيتارد هاي التو كروموسوم، او يعني ذني الكروموسومات الاثنين او الاربع كروماتيدات، سيستر ودون سيستر كروماتيدات. السيستر هن ذني كروماتيدات الشقيقه، ودون سيستر هذني. اوكي زين، راح يصير بين كروس، حتبدل وحده بقطع الكروماتيد تنكسر من الدون سيستر تروح لاختها يعني الوحده الثانيه المو اختها، هاي يعني شفناها، هاي حتبادل بهاي عملية الكروس، هاي حتجي هنا وهاي حتجي هنا. اوكي، فهذا المكان مال اتصال مالتهن هذا يسموه كيازماتا، كيازماتا. اوكي، فهاي اهم احداث. شنو هي الاحداث اللي تصير المهمة؟ الكروموسومات شقيقة، الهومولوجس المتماثلة، وحدة تجي باتجاه اللخ، الكروماتيدات ايش حيصير بيها؟ حيصير بيها شو اسمه تبديل ساينابسز، ويعني حيصير تبديل بيناتهم، وراها يعني مكان اتصالهم يسموه الكيازماتا. فنعيد
كروموسوم كوندس، حيسبيا كونديسيشن، تتثخن وتتكثف في الدال، بتكون هيجي طايفة، لا حتترتب هيجي، وراها ايش راح يصير بيها؟ وراها حيصير سايدبسس، اللي هو شنو؟ يعني الكروموسومات المتماثلة راح تجي وحدة باتجاه اللخ في تركيب اسمه التيتارد. خاف يقول لكم شنو هذا الترتيب، من تجي وحدة باتجاه اللخ اسمه التيتارد. انتبهوا، التيتارد هو تو كروموسوم او اربع كروماتيدات، حيصير بيناتهم تبديل بكروس اوفرنج، هاي يعني من الكروموسومات الغير شقيقة النون سيستر. انت مو خاف يبدلها ويقول السيستر، لا الغير شقيقة راح تبدل، ومكان اتصالهم يسموه الكياز مرتين. زين، هسا انا راح اجي احكي عليه الفيس فيس اللي يصير بالانقسام الاختزال الاول. اول فيس اللي هو الاول ستيج اللي هو البروفيز، الانقسام بالبروفيز احنا قلنا البرو والبيتا والادا والتيلوم. اوكي، فاول فيز اللي هو البروفيز ايش حيصير بيه؟ صراحه هاي التفاصيل حتى دكتورتكم قالت اني ما اريدها، يعني مو ما اريدها بس ما مهمه بالامبريو، فانتوا اطلعوا عليها لا تدخلوا روحكم بيها. اول شيء يعني البروفيز حيمر بخمس مراحل. شنو هاي الخمس مراحل؟ هسه حنشوفها بالصوره. اول مرحله اللي هي اسمها الليبتوتين. الليبتوتين شنو هو هذا؟ طبعا ايش راح يصير بيهم يا شباب؟ هسه هنا خلي بباوع، هنا ايش راح يصير؟ خلي نجي لهاي الصورة. راح يصير الكروموسومات يصير بيها كوندنسيشن، راح تتكثف، بدل قد ما تصير هيجي رفيعة، لا راح تاخذ شكل هندسي هيجي، وهذا الكروموسوم راح تاخذ شكل هندسي، وبالنص السنتروبير حتترتب بشكل هندسي. اوكي زين، فراح يصير بيها كوندنسيشن. اوكي، وش اسمه تتكثف، وعادي هي محاطة بغشاء دموي وكلش اوكي، ويعني شوفوا شلون ترتبت. بس اهم شيء عندي يصير ريبليكيشن وكوندنسيشن بالدي ان اي، تضاعف وريبليكيشن وتكثف بالدي ان اي، هذا كله تحضير للانقسام. وهذا اول شيء يسموه الليبتوتين. اوكي، الليبتوتين وراها ايش راح يجينا؟ الزايغوتين. الزايغوتين ايش راح يصير؟ بالزيغوتين راح يصير اكو تشابك، راح تبدي عملية السينابسز. شنو هي السينابسز؟ ايش قلنا؟ حتيجي التو كروموسوم او الفور كروماتيد باتجاه توكذر، واحدة باتجاه اللخ توكذر. اوكي، هاي دي يصير السينابسز. اوكي، سينابسز دي تيجي واحدة باتجاه توكذر. وراها ايش راح يصير؟ من اجتي راح تيجي عملية ثالثة اللي هي الباكايتين. الباكايتين شنية؟ الباكايتين حيصير تبادل بالمادة الوراثية بين الكروماتيدات اللي هي نون سيسترز اللي شفناها قبل شوية، اللي قلنا اهم حدث. اوكي، فايش حيصير؟ كروسينج اوفر. كروسينج اوفر تتبادل الكروماتيدات يعني الغير شقيقة. اوكي، هذا ياخذ الازرق، الازرق يعني ياخذ الاحمر، والاحمر ياخذ يعني الازرق. اوكي، هاي يعني حيصير بهاي الباكايتين. ورا الباكايتين حيجن يرتبطن هنا بهاي الارتباط شي يسموه الدبلوتين. بالدبلوتين ايش حيصير؟ حيصير عندي الكيازماتا، كيازماتا اللي هي منطقة ارتباطهم. وراها شنو؟ الدايكاينيز. الدايكاينيز هي عملية خلص انه ينتهي الـ end of prophase، يتحضرون للفيس الثاني. اوكي، تبقى الازواج بالجانس ومع بعضها البعض، بس شنو؟ تنتهي عملية التشابك، يعني مو كانت الكروموسومات وحدة متشابكة ويا اللخ جاية مسوية سينابسز، لا هنا ينتهي التشابك، بس تبقى الازواج وتبقى عملية التتان، عملية انه التو كروموسوم سيسترز وحدة عطت للخ. هسه هذا أنا كل الحكيته شان يعني دا شرح مقدم، يعني راح أعيده مرة لخ حتى تحفظوه وياي. باعوا يا شباب، احنا ايش قلنا؟ اهم حدث لا تباعون على السلايد. هسه اسمعوا مني، انا هم انا مغضى عيوني ودا احكي، فانتوا اسمعوا من عندي. باعوا، قلنا اهم حدث دا يصير بالانقسام الاختزالي اللي هو شنو؟ شنو الحدث اللي دا يصير؟ دا يصير عندي فشي اسمه التيتارد، اللي هو شنو؟ باعوا يا شباب، انا بالانقسام هذا الاختزالي هو مايوسيس 1 ومايوسيس 2. بالمايوسيس 1 اول شيء حيصير كوندنسيشن وريبليكيشن بالدي ان اي، حيتضاعف ويتكثف ويترتب بشكل هندسي. انا عندي شنو؟ تو كوبيز من الهومولوجس شو اسمه؟
كروموسوم، نسخ تيب للكروموسومات المتماثل اللي هي شقد 4 كروماتيدات، راح تجي يصير بها سايدبسس، تجي وحدة باتجاه الأخ، راح تجي يا شباب وحدة باتجاه الأخ، أوكي؟ زين، فبما أنه هي راح تجي وحدة باتجاه الأخ، come together، فيسوها السينابسز. ايش راح يصير؟ راح يصير اكو تبديل بين الكروماتيدات الغير شقيقه، الزرقاء تطي للحمراء لون والحمراء تطي للزرقاء لون. ليش؟ لان وحده جت طبقت على الاخ، اوكي؟ فعمليه اسمها الكروسنج اوفر، وراح يتصل البنات بمكان اسمه الكيازماته، الكيازماته مكان اتصالهم. زين، هاي الاهم الايفنتس وين تصير؟ تصير كلها بالبروفيز، اول فيز بروفيز. هسه يجي يقول لك شنو هي الستيجات مال البروفيز؟ اول ستيج اللي هو الليبتوتيد، الليبتوتيد ايش دا يصير بيه؟ الكروموسوم دا يصير بيه تفخن، ودا يصير يعني ايش اسمه الغلاف النووي محاط بيه، واوكي يما اوكي الكروموسومات اهم شيء دا يصير بيه كوندنسيشن وريبليكيشن، دا تتفخن ودا تترتب حتى تبدي عمليه الانقسامات وهيشي. زين، وراها الزيغوتين، الزيغوتين ايش دا يصير؟ اللي دا يصير بالزيغوتين هو السينابسز، اللي هي شنو؟ تجي كروموسوم باتجاه كروموسوم الاخ توجذر حتى مع وحده، يعني شوفوا هاي بالصوره، هاي جايه باتجاه هاي حتى مع شلون يصير هيشي، اوكي؟ فهاي الزيغوتين اللي هو يصير سينابسز بيجان، يبدا السينابسز بتوين الهومولوجس كروموسوم. وراها الباكاتين، الباكاتين ايش دا يصير هنا؟ حيصير كروسينج اوفر بالجيناتك ماتيريال بتوين التو كروماتيد نون سيستر، يعني نون سيستر كروماتيد، الكروماتيدات الغير شقيقه حيصير بيناتهم. زين، حيصير كروسينج اوفر، اوكي؟ هاي بالباكاتين. وراها الدبلوتيد، الدبلوتيد ايش دا يصير؟ هنا توزعت خلص، يعني خلصت شو اسمه عمليه الكروسينج اوفر، هسه بس شنو السينابسز راح ينتهي، بعد ما تبقى وحده فوق الاخ جايه باتجاه الاخ عادي يبقى المصفطات، بس شنو يبقى انه زوجين من الكروموسومات 4 كروماتيدات مرتبطات بالكيازماته، اوكي؟ يبقى يعني مرتبطات بالكيازماته. وراها الدايكاينيز، خلص هنا صار يعني تفخن بال دي ان اي كوندنسيشن وبالنيوكليير ممبرين، وراح يتجهز حتى يروح للطور الثاني اللي هو الميتا فيز، اوكي؟ هذا كليته صار بالبرو فيز، اوكي؟ اعيده اخر مره، اول شيء حيصير الليبتوتين، الليبتوتين هو عمليه الكوندنسيشن او التفخم بالكروموسومات، وراها الزيغوتين اللي هو السينابس، حتبدي انه الكروموسومات المتماثله وحده تجي باتجاه الاخ come begin together، اوكي؟ وراها الباكاتين اللي هو ايش راح يصير؟ كروسنج اوفر، راح تتكون التتارد اللي هو شنو؟ تتبادل الماده الجينيه بتوين النون سيستر كروماتيد. وراها الدبلوتين، الدبلوتين ايش دا يصير بيه؟ خلاص ينتهي السينابس، ويعني كروموسوم يوخر عن الثاني، ما يصير بعد ما يجي come together. هو اكو فيديو واضح اكثر، هو شنو الفكره؟ انه هذا يجي ينطبق على هذا الكروموسوم، عفوا هي الفكره كلها، هذا يجي ينطبق على هذا، اوكي؟ فينطبق، تشوفون هذا يصير على بالك قاعد فوق هذا، هذا الباكاتين والسينابسز. زين، وراها بالدبلوتين هذا انه يعني هو مش قاعد فوق هذا، يقول له لا وخر خلينا نوقف متماثلين عادي، بس عادي نبقى نرتبط بمكان اللي هو الكيازماته، اوكي؟ واخر شيء الدايكاينيز يتحضر للميتا فيز. زين، هسه نجي نفس الحكي اللي حكيناه قبل شويه بالانقسام الاعتيادي، اول شيء قلنا ترتبت الكروموسومات وتضاعفت الماده، هنا الكروموسومات بدات تترتب، شوفوا بالصوره هذا بالبروفيز تضاعفت، بالبدايه صار جروث بالخلايا، ترتبت الكروموسومات تضاعفت الاورجانوسيل وكل شيء كمل، حيتحضرون للطور الثاني اللي هو الميتافيز. الميتافيز شو يصير؟ التو يعني هومولوجس كروموسوم راح تتصفط وتترتب بواسطة السباينال فايبر اللي هي خيوط المخزن، اوكي؟ راح تتصفط وتترتب بخيوط المخزن، وهذا ما يحصل بالميتافيز الثاني، فقط بالميتافيز الاول مال الانقسام الاول انه هي تترتب وبهذا الشكل. وراها الانافيز قلنا راح يبدي يسحبهم هاي الخيوط، تسحبهم كل واحد بالطرف المعاكس للثاني، يعني هاي حتروح بالطرف وهاي حتروح بالطرف العكس
لأختها. أوكي، فهنا عندنا بالمايوسيس الأول الهومولوجاس راح تنسحب للأوبوزيت سايد باي سبان، يعني باي السباندل فايبر، هاي بالأنافيز. وراها التيلوفيز شو راح يصير؟ خلاص هنا تبدي تنفصل، كل خلية يتكون لها سايتوبلازم وغلاف نووي خاص بيها. أوكي، فهنا ايش راح تنتج لنا؟ راح تنتج لنا خليه. هاي الخليه ايش تحتوي؟ تحتوي على كروموسوم متكون من 2 كروماتيد. اوكي، بس هي ايش تكون؟ هابلويد، اللي هي 23 كروموسوم، 23 كروموسوم. اوكي، كل ايش تحتوي على 23 هابلويد، خليه تحتوي على 23 كروموسوم، الكروموسوم مالتها يحتوي على 2 كروماتيد. هذا الانقسام الاول، نعيده حتى تحفظوه وما تدوخون. الانقسام مال مايوسيس اول شيء يبدي البروفيز، البروفيز قلنا حيصير ساينابسز، واحد يجي يقعد فوق اللخ وراها يقول له تعال خلي نبدل بينات الكروماتيدات، خلي انا اعطيك لون وانت تعطيني لون. فالنون سيستر كروماتيد راح يصير بها كروسنج اوفر، فيصير في شيء اسمه التيتارد، اللي هو راح يعني وحده تبدل باللخ تعطي قطعة منها وذيك تعطي قطعة منها، وراها ايش راح يصير؟ يخلص يروح السينابسز، وحدة توقف بصف اللخ عن طريق الكيازماتا، ارتباط اسمه الكيازماتا، ويبدي يتحضر خلص تتضاعف العضيات الخلوية، ويعني يصير بها جروث حتى تتحضر للميتافيز. بالميتافيز ايش راح يصير عندي؟ ميتافيز راح تترتب الكروموسومات الهومولوجس كروموسومات بواسطة خيوط المخزن، وراها الانافيز خيوط المخزن ايش راح تسوي؟ راح تسحبها كل وحدة الطرف، وراها التيلوفيز حتتكون عندي بعد خلاص كل وحدة يصير لها سايتوبلازم وغلاف نووي، تتكون عندي خليتين، هاي كل خليتين، كل خلية يسموها الهابلويد بها 23 كروموسوم، هاي الخلية شبيها تحتوي على كروموسوم بتكون من 2 كروماتيد. قبل راح يبدي الانقسام الثاني، الانقسام الثاني يا شباب ما راح يصير بي ريبليكيشن، او يعني ما راح يصير اي تضاعف بالدي ان اي. فاهم نقطة تميز الانقسام الثاني الميوسيس نو ريبليكيشن اوف دي ان اي، ما راح يصير اي ريبليكيشن. اوكي، هن هذني نفسهن اللي جني من البروف يعني من التيلوفيز مال ميوسيس الاول راح يجي هنا، ايش راح يصير بيهن؟ هنا أنا راح تسحب خيوط المخزن ويجي بالميتافيس الثاني، وراح ايش راح يصير؟ راح ينسحب بين كل وحده بجهه، هنا اللي راح ينسحب شنو؟ الكروماتيدات، كل كروماتيد بجهه، وراها بالانافيز هم راح تنقسم الخلايا. الفكره كلها هنا انا ما عندي تضاعف بالدي ان اي لا اكثر ولا اقل، راح تنقسم كل وحده الى خليتين، بخليتين حتتكون 4 خلايا اسمها الهابلويد اللي هي تحتوي على 23 كروموسوم. اوكي، وحتتكون عندي 4 خلايا. فايش يقول لك؟ المايوسيس الثاني هو فقط مثل المايتوسيس، المايوسيس الثاني هو مثل المايتوسيس، فقط اللي دا يصير بي انه ما دا يصير ريبليكيشن بالدي ان اي، ما دا يصير ريبليكيشن بالدي ان اي. زين، الكروموسومات راح تتصفط يعني اكوارتر اكيوتر سوري اكيوتر بالسباينال ات ميتافيز، وراها بالانافيز السنتومير راح يعني السنترومير راح ينفصل، فحيسحب لي الكروماتيدات كل وحده بجهه التو كروماتيد، وبالنهايه راح تنسحب للانذر سايد، وراها راح تكون لي 4 خلايا. اوكي، فالفكره هي كلها بالانقسام الاول، الانقسام الاول بده تصير عمليه تبديل بالكروماتيدات بالماده الجينيه، وراها راح تنقسم الى خليتين، وهاي الخليتين راح تنقسم الى 4 خلايا. بس اللي يميز الانقسام الثاني ماكو تضاعف بالدي ان اي، هاي مجرد بس تطلعون عليها، ما كلش مهمه، المهم بها هذا الجدول والمقارنه. هسه راح نجي نحكي، المهم هاي بالمقارنه شو يقول لكم؟ بالميتوسيس بالبروفيز ايش دا يصير عندي؟ بالبروفيز قلنا دا يصير كوندنسيشن ودوبليكيشن بالدي ان اي، هنا دا يصير اكو تضاعف بالتو سيستر كروماتيد، يصير بيها دوبليكيشن اللي هي تضاعف، وراها قلنا هاي ايش راح يصير؟ راح يترتب هذا التضاعف بالالاين بالميتافيس، يعني على شكل يعني مترتبات على شفت بلان معين، واللي تربطهم واللي تسحبهم هي السبايندال فايبر، وراها بالانافيز ايش راح يسوي؟ السبايندال فايبر راح تكسر لي السنترومير وتسحب كل كروماتيد بجهه معينه، وراها بالتيلوفيز ايش راح يصير عندي؟ خلص بتكون كل خليه تحتوي على هاي الكروماتيدات وبها غلاف نووي سيتوبلازم،
تكون لي 2 ديبلويد دوتر سيل، اللي هي 2 ديبلويد دوتر سيل شنو هي؟ خليه تحتوي على 46 كروموسوم تشبه الخليه الام بكل الصفات الوراثيه. هاي هذا القسم دا يصير كل خلايا جسمنا عدا الخلايا التناسليه، عامل المعده بالكبد بالقلب بكل مكان. الخلايا التناسلية يصير بها الانقسام الاختزالي، ليش ما يصير بها هذا الانقسام؟ ما معقول البيضة بها 46 والنطفة 46 ومن يجني تحت نصير 92. الإنسان الطبيعي هو لازم عنده 46 كروموسوم، فلازم يصير اختزال وما يصير تضاعف بالدي ان اي، فكل خلية راح تحتوي على 23 كروموسوم. فهسه نجي للمايتوسيس، المايوسيس اعتذر، المايوسيس بالبروفيس الاول اوكي حيصير دوبليكيشن بالدي ان اي يتضاعف حصير التتان، اللي هي شنو التتان؟ قلنا انه اول شيء حيجي ساينابسز كروموسوم، الكروموسوم يجي يقعد فوق اخوه الكروموسوم، وراح حيصير تبديل بالقطع مال مال يعني مال موا مال جينيتك ماتيريال بين التو كروماتيد اللي هي السيستر، وراها تقولها خلص خلي خلص السينابسز قومي واخري لا تقعدين يمي، وحدة تطبق بصف الأخ عن طريق الكياز مالته ويتحضر للميتافيز. بالميتافيز راح يترتبن همينة يعني يترتبن ويعني فد ترتيب معين تسحبهم من سبايندال فايبر، وراها بالانافيس ايش راح يصير عندي؟ كل سبايندال فايبر حتسحب كروماتيدات والسنتروميا راح ينكسر، فحينسحب كل واحدة بجهة، وراها التيلوفيس حيصير عندي انقسام. هذا الانقسام حيكون لي تو سيل، هاي تو سيل هابلويد دوتر سيل، هاي تو هابلويد دوتر سيل تحتوي على كروموسوم متكون من تو كروماتيد، من كروماتيدين شقيقات اوكي تو كروماتيد. زين هذا ايش راح يسوي؟ راح يسوي مايوسيس اللي هو انقسام لاخر انقسام لاخ، راح يطلع لي 4 خلايا، كل خلايا تحتوي على 23 كروموسوم، ف 4 هابلويد دوتر سيل. فايش يقول لكم مثلا بالام سي كيو؟ المايتوسيس الانقسام المايتوسيس راح ينتج لي مثلا 4 هابلويد دوتر سيل، ويقول لك بالام سي كيو بيعطيكم اختيارات صح، وقال لك وحده اكسنت هي الغلط، فانت تختار غلط، هو ما راح يعطيني 4 هابلويد. هذا المايوسيس الاختزالي حيعطيني 4 خلايا من 23 كروموسوم، المايتوسيس حيعطيني خليتين تحتوي على 46 كروموسوم وجينيتك يشبه الخليه الام. اوكي زين، فهسه النتيجه مال انقسام المايوسيس ايش راح يصير عندي؟ حتتكون الجيميتات اللي هي البيضه والنطفه 4 دوتر سيل، 4 خلايا بنات هي الهابلويد اللي هي ب 23 سيل. زين فالمايتوسيس حينتج لي شنو؟ دبلويد تحتوي 46 كروموسوم، والمايوسيس حينتج لي هابلويد تحتوي على 23 كروموسوم. بالفرتلايزيشن منتجي خلية الأم بيها 23 وخلية الأب النطفة بيها 23 ويتحدن ويتخصبن حيكون لي 46 أو الدبلويد. زين فهسه هاي الكبار يعني الكبار المقارنة بين الانقسامين هاي مهمة، أريدكم تدرخوها مثل اسمكم. هاي تجي ام سي كيو، هاي 100% تجي ام سي كيو. نمبر ما سيل مال مايتوسيس خلية واحدة، هاي خليتين يعني خليتين تنقسم، هاي خلية واحدة انقسمت اعطتني خليتين، هاي خليتين انقسمت اعطتني 4. زين جينيتيكلي ايدنتيكال المايتوسيس نفس الخلية الام، المايوسيس لا، دليل اني اشبه امي لا، اني اشبه ابويا لا، ابويا يشبه ابو لا، يعني اوكي شبه كلش قليل، ماكو تشابه بيناتنا. ليش؟ لان هي ما تشبه الخليه الام، مو نفسها. لو ايدنتيكال فاين كان صارت نسخه ابويا بالضبط. زين ككروموسوم سيم اس بارنت، نص البارنت يعني نفس امه، نفس الخليه الام 46، هاي نص الخليه الام 23، وانا القاها بالسوماتيك سيل. السوماتيك سيل كل خلايا الجسم، هاي وانا القاها فقط بالجيرم سيل. هاي شو وقت تصير؟ خلال الحياه الطبيعيه دائما، يعني هاي تصير بالسكشوال ماتوريتي. اوكي زين وشنو الرول مالتها او الفائده مالتها؟ جروث وريبير، تنمو الخلايا وتصحح الخلايا الميته او المتضرره بالجسم، هذا الفائده مالته سكشوال ريبرودكشن، الفائده مالته للتكاثر، الفائده مالته للتكاثر. كلش مهم هذا الجدول، اريدكم تدرخوه مثل اسمكم. اوكي هسه خلصنا الانقسام الاعتيادي.